أكدت مجلة فرنسية أن جماعة الإخوان على اتصال وثيق بالإرهابيين، وأشارت أيضا إلى القيادي السابق في تنظيم الإخوان عبد الرحمن خليفة السويدي، والذي ذكر أن الجماعة السرية ترغب في السيطرة على الغرب، لافتة إلى أن كتابه كابنجارا قصة مع تنظيم الإخوان المسلمين كشف عن اعترافات وحقائق جديدة عن التنظيم الإرهابي. وذكرت المجلة الفرنسية أن مؤلف الكتاب كشف عن تلقيه تدريبات عسكرية وتضمنت التعامل مع الأسلحة في باكستان. وأوضحت المجلة أن جماعة الإخوان تحصل على نسبة 12.5% من المبالغ التي تم جمعها لصالح الأعمال الإنسانية استنادا لإحدى الفتاوى.